فالسؤال هل التراويح تعتبر قيام ليل أو هل بحتاج لإنسان أصلي عشان أكمل الإطماع؟ صلاة التراويح يا أخي عبد القيوم هي قيام الليل في رمضان. كلمة قيام الليل جاء بها القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكلمة التراويح حفظت في عصور معينة في عهد الإسلام الأول تطلق على صلاة القيام في رمضان، يسميها المسلمون التراويح، قيل لأنهم كانوا يستريحون ما بين ركعتين وركعتين لطول القيام أو بين أربع وأربع، فهذا كله يسمى قيام ليل. فأنت صلي مع المسلمين، والأفضل عند جمهور العلماء أن تكمل مع إمامك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما حفظ عنه: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن أحببت أن لا توتر مع إمامك وأبقيت الوتر إلى آخر الليل فعلت خيرا، لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رآهم يصلون التراويح وقد جمعهم في مسجد نبيه عليه السلام في وقت واحد، قال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. يعني لو كان هذا في آخر الليل لكان أفضل، لكن جرت عادة المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله أنهم يصلونها بعد صلاة العشاء ثم يوترون. على هذا عمل المسلمين كما بينا في التاريخ كله، أنت وغيرك مخير، المهم أن يكون لك حظ من صلاة الليل في رمضان يا أخي عبد القيوم.